اهلا ومرحبا بكم في فلاتر 2.8 الابديت الجديد واللي الناس كلها بتتكلم عليه ايه اللي هيضيفه لي الابديت الجديد وده اللي هنعرفه في الفيديو ده الابديت الجديد شامل كل حاجه خاصه بعمليه الاثنتيكيشن بقى في باكجات جاهزه بقدر من خلالها ان انا هندل عمليه الاثنتيكيشن او عمليه اللوجن او عمليه الساين اب او حتى التعامل مع الفاير او الجوجل كلاود فبقى عندي امكانيه ان انا اتعامل كباك اند بشكل مريح جدا من خلال الباكجات اللي اتوفرت من خلال الفلتر 2.8، كمان الفلتر 2.8 بقى فيه مميزات لتسهيل عمليه انتاج الالعاب 2 d ودي كانت مشكله بتقابل للناس كتير. الناس كتير، ناس كتير كانت لما تيجي تبني العاب باستخدام الفلتر فكان يقول لا يفضل ان انت تستخدم سواء الكوتلين او الجافا للاندرويد. او السويفت او الاوبجيكتيف سي بالنسبه للاي او اس وبالتالي بقى في امكانيه ان انت تعمل العاب 2 دي باستخدام الفليم باكج المدعومه في الاصدار الجديد اللي هو 2.8 بالاضافه كمان لتحسينات في البرفورمانس في اداء التطبيق في عمليه الرام وكل ده هنشوفه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه وده طبعا ابديت بالنسبه للكورس علشان الكورس بتاعنا كان 2.5 فدلوقتي بقينا بنواكب العصر ودلوقتي هنشتغل يعني على الفلاتر 2.8 وبالتالي بنقولك اهلا بك في فلاتر 2.8 طب علشان ان انا ابدا في الفلاتر 2.8 خليني اروح على الديسكتوب وكل اللي عليا هكتب السي ام دي الامر بتاعنا وبعد كده هكتب الفلاتر دكتور علشان اشوف النسخه اللي انا عليها فادي النسخه اللي انا عليها اللي channel بتاعتي هي ستيبل وبعد كده الفيرجن بتاع الفلاتر هو 2.5.3 فعشان بقى ان انا اتحول بقى ل 2.8 فكل اللي عليه ان انا هكتب فلاتر وبعد كده هقول له ابجريد وزي ما انتم شايفين ان دلوقتي بيعمل عمليه ابجريدنج للفلاتر للفيرجن 2.8 وبالمناسبه كمان الاصدار الجديد من الفلاتر بيدعم الاصدار الجديد من الدارت اللي هو 2.15 فبالتالي اقدر كمان ان انا استخدم الفيتشر الجديده اللي موجوده في الدارت كلغه برمجه حاجات زي الانام تم تطويرها في الدارت وبالتالي تم عمليه الترقيه بنجاح ودلوقتي شغالين على الفلاتر النسخه 2.8 واللي هنتعرف على كتير جدا من المميزات من خلال الفيديوهات اللي جاية ومش معنى كده ان كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت ملهوش لازمة لا دلوقتي هنضيف عليه كمان الحاجات الجديدة اللي ظهرت في الفلاتر 2.8 وبالتالي اهلا بك في فلاتر 2.8 وفي نهاية الفيديو لو وصلك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو انت مش مشترك اشترك دلوقتي في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد